السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي. من خلال برنامجنا نقدم لكم فقرتين، الفقرة الأولى عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين، ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون منها بشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن طريقة التمرين الصحيحة وكيفية تغيير من الروتين لتطوير الجسم مستقبلاً. بعض الأشخاص يلجؤون حق جداول مختلفة وكذلك بهدف أنهم يطورون جسمهم وتغيير جسمهم، طبعاً هذه الطريقة صحيحة وغير خاطئة. بعض الأشخاص يغيرون الجدول ومن خلال هذا الجدول بهدفهم أنهم يطورون من جسمهم، طبعاً هذه الطريقة صحيحة وغير خاطئة لأنها راح تساعدهم ممكن حق وصول إلى تكنيك جديد أو اللي هو راح تفعل لهم العضلات بشكل أكبر بحسب اختلاف التمارين. أيضاً بعض الأشخاص ممكن يقولك أزيد بعدد التكرارات وعدد الجولات، أو يقولك مثلاً الجدول هذا خطأ ألجأ حق الجدول الثاني. ما في أي تمارين خطأ، ولكن في نقطة واحدة اللي هي خاطئة. إذا أنت حاب تلعب تمارين حق عضلات الأرجل يكون لهم يوم بروحهم كامل أنك ما تحرك عضلات جسمك من الأعلى، على أساس أنك لما تلعب 6 تمارين أو 7 تمارين حق عضلة الأرجل يكون طبعاً عضلة الأرجل أكبر عضلة في الجسم، فبالتالي الجسم راح يكون منهك بشكل كبير، فأنت هني تحتاج إراحة الجسم من الناحية العلوية، وأيضاً يركز أو عملية الاستشفاء العضلي واللي هو سحب الدم إلى العضلات الأسفل الجسم اللي هي عضلات الأرجل، على أساس يكون تركيزه على استشفاء عضلات الأرجل، ما يكون تركيز الدم مشتت ما بين عضلات الجسم الأعلى والأسفل، فبالتالي أنت هني تحتاج ضخ الدم أكثر ووصول الدم أكثر حق العضلات اللي هي أسفل الجسم. فهذه الطريقة الوحيدة الخاطئة، ولكن أنت أفضل طريقة لك أنك تتمرن بشكل كبير، تطور عضلات جسمك اللي هو باختلاف التمارين، أو شيء تغير التمارين، وكذلك تحاول تزيد من عدد التكرارات أو تقلل من عدد التكرارات وتزيد بالوزن، وأيضاً زيادة الوزن يفضل أنك تزيد خلال الفترات على أساس أنها راح تساعدك بشكل أكبر على زيادة التمزقات اللي تحصل بجسمك، وأيضاً على ضخ الدم وشد العضلات أثناء التمرين بشكل كبير. كل ما زاد ضخ الدم وشد العضلة في التمرين، كل ما زاد حجم العضلة أكثر بسبب التمزقات اللي حصلت تمزقات أكثر من اللي هي حصلت لك في السابق. فأنت هني هذه أفضل طريقة لك أنك صحيح تغير جدولك، تنوع من الجدول، وأيضاً ما تبالغ بالتمرين، وكذلك تزيد من عدد الأوزان أو تزيد من ثقل الوزن على أساس يساعدك بشكل كبير على زيادة الكتلة العضلية وشد العضلات أثناء التمرين. وهذا كان موضوعنا اليوم، إن شاء الله أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل. راح أقدم لكم مجموعة تمارين، وهي تمارين تساعد على زيادة حرارة الجسم وكذلك تزيد من اللي هو حرق الدهون المتراكمة في الجسم، اللي هي تعتبر أيضا تمارين منزلية. معاي جهاز الدامبلز موجود أمامي. طريقة التمرين الأولى عبارة عن تمرين اللي هو السكوات زائد القفز فوق الدامبلز، وأيضا راح أبين لكم تمرين بهذا الشكل. طريقة التمرين الأولى راح تكون بهذه الطريقة، من بعدها القفز بهذا الشكل. لاحظ، أنزل أصعد بهذه الطريقة. طبعا هذا التمرين راح يساعدني على شد عضلات الرجل، وأيضا أثناء القفز راح يحرك الجسم بالكامل، فبالتالي هنا عملية ضخ الدم وحرارة الجسم راح تزيد أكثر، مما يساعدني على نفس ما ذكرت لكم حرق السعرات الحرارية. لاحظ بهذه الطريقة. طبعا بالنسبة حق
الجولة الأولى ما يكون فيها عدد تكرارات معينة، ولكن يكون عندك اللي هو الجولة مدتها لدقيقة أو دقيقة ونص حسب لياقتك البدنية. التمرين اللي بعده راح يكون تمرين عبارة عن تمرين بوش أب وأيضا تحريك الرجل، فبالتالي راح يساعدني على شد عضلات الصدر زائد عضلات المعدة، بمعنى أنزل. طبعا هذه طريقة البوش أب، ولكن طريقة التمرين بهذا الشكل، لاحظ بهذه الطريقة عدد التكرارات تكون 15 تكرار للرجل الواحد، يعني قاعد اخذ الرجل اليمين قاعد اخذ الرجل اليسار، فبالتالي راح تكون عدد اجمالي عدد التكرارات 30 تكرار في الجولة الواحدة. عدد الجولات راح تكون 3 جولات. التمرين اللي بعده راح يكون كالتالي، اثبت الدامبلز امامي، من بعدها احرك بهذا الشكل. طبعا هذا التمرين راح يساعدني ايضا على شد عضلات جسمي بالكامل، وايضا عدد التكرارات او الجولات نقول 3 جولات في اللي هي مدة التكرارات، راح تكون حسب لياقتك البدنية 60 ثانية دقيقة دقيقة ونص حسب اللي انت تقدر عليه. لاحظ ألامس الدامبلز بهذا الشكل. هذا التمرين اللي هو الثالث. التمرين الأخير راح يكون كالتالي، اللي هو عبارة عن تمرين ثبات للجسم، بمعنى أحرك أو أثبت جسمي بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني على شد عضلات المعدة وكذلك عضلات الأرجل. لاحظ مرة ثانية لمدة 20 ثانية أو 50 ثانية حسب لياقتك البدنية. طبعا بهذه التمارين أكون استهدفت أكثر من عضلة، وأيضا تمارين منزلية تخدمك في المنزل أنك تمارسها. مارسوا هذه التمارين إن شاء الله وراح تستفيدوا منها بشكل كبير، ونلقاكم بحلقات مقبلة.